مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي كنت بنوه كده احنا هنتكلم في موضوع غريب، لأن هو ناس كتير ما تسمع تقول لك يعني ايه هو، ايه العلاقة السمنة ومرض الزهايمر، ايه العلاقة ما بينهم، ايه الترابط ما بينهم، وازاي ده ممكن يؤثر على ده، حاجات يمكن لأول مرة بعضنا هيسمعها. خلينا نرحب بس مع دكتور إيمان المراكبي اللي بتنورنا كل مرة بصراحة، وبنسعد بيكي جدا، ومجال حضرتك مخ وأعصاب ويعني وملف في غاية الأهمية، بس برضو يعني ايه علاقة السمنة بالزهايمر؟ ده غريبة قوي صح؟ بالظبط، هي طبعا تبدو غريبة، بس أول حاجة أحب أنوه عنها إن في علاقة بين زيادة الوزن وزيادة مؤشر كتلة الجسم وحاجة اسمها المادة الرمادية في المخ. يعني إيه المادة الرمادية في المخ؟ المادة الرمادية دي كل الخلايا بتاعة المخ، الخلايا العصبية بتبقى متركزة في المادة الرمادية. طب ايه الخلايا العصبية اللي في المخ عندنا؟ دي طبعا اللي بتعمل لي كل الوظائف بتاعة المخ، سواء الحركة، الكلام، الإحساس، يعني معنى كده دي كل السنترز المهمة والمراكز المهمة في المخ. وجدوا في الدراسات ان كل ما زاد المؤشر الكتلة، يعني معناها كل ما حصل سمنة، كل ما كتلة المادة الرمادية دي قلت، يعني تناسب عكسي. اوكي، كل ما زيد في الوزن كل ما المادة الرمادية تقل. يبقى معنى كده ايه؟ لما المادة الرمادية تقل بيحصل عندي حاجة اسمها ضمور في المخ. ضمور المخ، شفتي بقى سهلة كل ده من السمنة. كل ده من السمنة. هما الأبحاث ربطت الموضوعين ببعض، لأنه واضح إن الدهون ليها تأثير سلبي على خلايا المخ، فدايما هو كل بتعمل حاجة ليها مشاكل. تأثير سلبي على خلايا المخ، الزعل، التفكير طبعا الزيادة، طبعا القلق. طبعا يعني إذا كانت الدهون ليها تأثير في السرطانات، مش هيكون ليها تأثير على خلايا المخ، لا. يعني في ضمور بيحصل نتيجة مشكلة الإيه؟ زيادة الدهون في الجسم. يبقى أنا لو عرفت إن السمنة هتعمل لي مشكلة، يبقى أنا لازم أقلل من وزني علشان أحافظ على خلايا مخي وأحافظ على وظائف المخ بعد كده. وجدوا إن الأطفال طبعا اللي عندهم سمنة برضو في عندهم مشكلة دايما في التركيز والذكاء والانتباه والكلام ده كله، غير الأطفال اللي بيلعبوا رياضة واللي وزنهم مظبوط وأيديال. يعني طب حلو جدا. الطبيعي اصلا بتاع معظم الناس ان هم بيبقوا دايما عايزين يكونوا في الشيب المثالي، بالظبط. يعني دي رغبه بتبقى عندنا كلنا، بس في ناس بتعرف تحققها وفي ناس بتبقى رغبه بس، بالظبط. يفضل عند مرحله الرغبه، يعني ما بنعديش الليفل ما بيتحركش. بتبقى الناس دي بقى الفئه الثانيه دي تحديدا نفسها في حاجه سهله وفي نفس الوقت من غير مجهود، يعني عارفه كده المصطلح يقول لك انا عايز اخس وانا قاعد في مكاني. يا عم ازاي انا اي حاجه اخس وانا قاعد في مكاني مهما كان ثمنها؟ ازاي ممكن نتكلم عن منتج في نفس الوقت مش غالي ابدا ومتوافر ويقدر ان هو يخسسني من غير ما يحصل اي مشاكل صحيه او يبان عليا؟ في ناس بتخس بتلاقي شكلها بهتان بالظبط من غير بقى التاثيرات السلبيه دي. تمام. هو طبعا في البيستا ده اكتر حاجه، منتج صحي مكون من الياف طبيعيه اسمه بيستا، وموجود طبعا في كل الصيدليات. المفروض ان هو مكون من ثلاث الياف رئيسيه، مهمه جدا الثلاث الياف دي ان احنا نعرف ايه هما. السيليوم ده مهم جدا وحاجه من الالياف الطبيعيه اللي جسمنا بيحتاجها، والشوفان ورده القمح. الثلاثه دول مهمين جدا لجسمي، وفي نفس الوقت بيعملوا احساس بالشبع لما ببلعهم، يعني اما بشربهم مع ميه. احنا بندوب الكيس على كوبايه ميه فبيتدوب كده، بيبقى بارتكلز ظريفه جدا بتتشرب مره واحده على طول، يعني اول ما نقلبه نشربه، ما نسيبوش كده شويه عشان ممكن يرقد شويه، لا يبقى تقيل. بنقلبه شويه، لا هو الحقيقه مش تقيل، يعني انا حتى ايفن لا لو ما ت... ما لو تقلب وتفضل شويه هيبقى تقيل، هيركض تحت، لان هو طبعا عباره عن الياف، كله الياف. والالياف دي بتعمل ايه؟ بتحسس المريض بالشبع، يحس ان هو خلاص شبعان. اول ما تاخدي الكيس دوت على كوبايه ميه نص ساعه قبل الثلاث وجبات الرئيسيه في اليوم، بتلاقي ان انت حاسه ان انت شبعانه. طب هاكل ازاي؟ هحس ان انا يا دوب حاجه بسيطه قوي، لو انا مشتهيه حاجه هاكلها، حاجه بسيطه قوي. ولو انا بقى راعيه ربنا وكلت بروتين بدل ما اكل بسبوسه وسمبوسه واللازي منه، يبقى هتلاقي على طول ان انا بخس. يبقى نزود بس في البروتينات ونقلل في الكربوهيدرات. طب هل هنمنع خالص؟ لا، انا ممكن اخد برضو الحاجه اللي انا مشتهياها، ممكن اخد منها بكميه بسيطه بحيث احقق التارجت بتاعي وانزل بسرعه. كويس. فهو يعني تقدري تقولي ايه للناس اللي عايزه تخس بدلع، للناس اللي عايزه تخس بلا مجهود؟ بلا مجهود. طب هو في ناس عايزه تخس بدون مجهود؟ كبار السن
دول ما بيقدروش يروحوا جيم، ما يقدروش يتمشوا حتى. صحيح، والناس يعني اللي ما عندهاش وقت برضه، ناس كسلانه، في ناس الناس اللي ما عندهاش وقت، والناس اللي ما عندهاش فعلا مقدره ان هم ينزلوا يتمشوا مثلا في الشارع او كده، نتيجه الركب تعبانه، الظهر فيه انزلاق غضروفي نتيجه السمنه، فبنديهم الكلام دوت. بعد كده هي بتخس وتبقى خفيفه، ممكن وقتها تبتدي تروح جيم، ممكن وقتها تبتدي تمارس اي رياضه. فدي الدخله الاولانيه. طب هل بعد ما انا ابتدي امارس الرياضه اوقف؟ لا، ده لايف ستايل، اكمل بقى. هتلاقي بقى يبتدي يتكون عضلات في الجسم، يبتدي الحرق للدهون وللنشويات، فابتدي ابقى في الشيب اللي حضرتك وصفتيه من شويه. بس لازم يعني هوقفه لو انا وصلت للشيب المثالي؟ ما انا لا. طب افرق، ما كده هخس اكتر. ما انا هقول لحضرتك، دايما معروف ان انا الجسم لما انا خلاص حرمته من الاكل اللي هو الوحش، اللي هو بقى الفاست فود والاكل الوجبات السريعه و و و، بتبقي دايما في حاله ايه؟ تطهير للجسم. يعني عملتي حاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن، شلتي ازلتي السميه من الجسم. اوكي، طيب فبتيجي بعد كده لازم تمشي فترات طويله على البيستا، بحيث ان احنا نحافظ على الوزن ده لاكتر وقت. يعني افرضي مثلا ممكن نمشي عليه سنه، ممكن نمشي سنتين، ممكن نمشي عليه مدى الحياه. اه ممكن والله، انا لو عندي امكانيات اقدر اجيبه مدى الحياه. هو زي ما حضرتك قلتي سعره رخيص، ده الناس بتروحي البيوت تلاقي شنط معبيه ادويه بالهبل، وفي الاخر ما بيستفيدوش منها حاجه. ايوه، بس انا دلوقتي وصلت، لا تسي انا عايزه ابقى 60 كيلو، وصلت ان انا بقيت 60 كيلو، افضل اخده ليه؟ ما هو ليه بقى؟ علشان لو انا لسه ما حسنتش طريقتي في الاكل غير بالبيستا، يبقى انا لازم يبقى اكمل عليه شويه. يبقى انا لو بطلته هرجع اتخن تاني، دي النقطه يعني. هي مش كده بالظبط، هو بيدربك وقت ما احنا بناخده، ان احنا اتعودنا ان شهيتنا قلت، تبتدي المعده نفسها تقل، على فكره حجمها يقل، زي كانك عملتي تكميم من غير عمليه. ليه؟ لانك اتعودتي خلاص ان وجبتك قلت. كويس، طب انا لما وجبتي قلت وصلت للوزن المثالي، انا ليه بالزبط هفضل اخده؟ ما ده اللي انا مش فاهمه. ناخده بقى شويه، حاجه اسمها تثبيت وزن. اوكي، يعني لازم اثبت الوزن، ما ينفعش اول ما اوصل للايديال اروح موقفه وملخبطه تاني، ممكن ارجع تاني. فلازم اثبت على الاقل 6 شهور بعد ما انا ثبت، امشي عليه برضو عشان اطمن ان انا مش عرضه للرجوع مره تانيه. هي النقطه دي ممكن تبقى فعلا ريليفنت جدا لللايف ستايل بتاعنا في مصر، لان احنا اكلاتنا كلها تتخن اصلا. احنا اكلنا يعني كله احنا الغدا بتاعنا صعب يعني. يعني احنا يوم ما المطبخ المصري بتيجي كده تقول ها عايزين ايه؟ خلاص مكرونه ومحشي كده ورق عنب، مكرونه وفراخ يعني بانيه وبتاع. فالاكل حتى اللي هو السريع بتاعنا السهل اصلا بيتخن طبعا. سيء جدا، المكرونات يعني والمحمر البانيه ده محمر، ورمضان كله حاجات مقليه معظمه كده، السمبوسه والبلاوي بتاعت رمضان. اللايف ستايل بتاعنا فعلا بيتطلب ان الواحد يستمر شويه، او ان طبعًا هو يعني ما يوقفش مره واحده، لان هو ممكن فعلا ان هو يعود مره تانية بالاكل او كم الاكل اللي احنا بناكله وبالعادات الغلط. وعشان كده في رمضان، حتى رمضان لما ناخده قبل الفطار وقبل السحور وفي النص بين الفطار والسحور على فكره، يعني ناخده برضو 3 مرات قبل الفطار بنص ساعة، يبقى أنا أول ما الأذان لو أنا بنقنق في النص بقى، حتى مع النقنقة. حتى مع النقنقة، ما هي النقنقة هي المشكلة. صينية بسبوسة محطوطة في عارفة سعاد حسني في الفيلم تقول له إيه مش عارف صينية بسبوسة وكده، دي عادات المصريين. يعني إحنا أكلنا صعب، وفي رمضان بيبقى أصعب، تلاقي الناس كلها طالعة من رمضان. إحنا بنجامل بعض بالأكل، يعني هي دي الثقافة بتاعتنا، دي حاجة بتدل على كرم بس هي غلط. يعني إن إحنا ما تتعزم عند حد أو كده، حد عايز يجاملك يقعد يقول لك طب اتفضل معايا، حتى هو بياكل يقول لك طب كل معايا. يعني عمره ما هيديكي فراخ مشويه او صدور فراخ مشويه او خضار سوتيه او كده، لا لا ما بيحصلش. لازم محشي، واخده بالك؟ محشي وبتنجان محمر وحاجات كده كلها، يا مقليات يا محاشي، حاجات كلها او فاست فود. بحب دايما لما نتكلم في اي نقطه يبقى عندنا كمان دليل على الارض، او بشكل عملي نشوف التطبيق ده على الارض من ناس جربت المنتج. فخلينا نروح نشوف حاله، هو اسمه علي، جرب المنتج وهو يحكي لنا بالظبط وزنه كان كام والمشوار مع بيستا كان عامل ازاي، ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي، لان طعمه كان طعم التفاح،
كأني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجة نهائي، أنا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليلة لأنه بيحسسني بالشبع لمدة طويلة. وأنا الصراحة بنصح أي حد عاوز يخس أو عنده سمنة إنه يجرب بيستا. حلو جدا احنا نسمع الناس يعني بتجربتها الشخصيه كمان اللي مرت بيها وايه اللي حصل. خليني برضو اروح معاك يا دكتور، لان في يعني في كيسز مختلفه، واكيد بيتعرض على حضرتك كيسز مختلفه. في ناس اللي ما عندهاش اراده، والمعنى ان ما عندهاش اراده ان هي حتى لما هتيجي تاخد بيستا مش هتبقى بتاخده بشكل مستمر، بمعنى ان هي مش هتواظب عليه. يعني في شخصيات كده اصلا ربنا خلقها مش ما بتلتزمش، مش ملتزمه ابدا حتى تمام بالحاجات اللي هي نفسها فيها. فدي علاجها ازاي؟ الكيسز اللي بتجيلك زي كده زي بتحفزيهم، حتى لو هي عباره عن يعني كيس بيتحط في الشنطه، الموضوع بسيط، بس يجي يقول لك هو انا بقى عارف هاكل امتى؟ ما انا مش عارف انا هاكل امتى عشان اخده قبلها بنص تمام ساعه. برضو دي مشكله. هقول لحضرتك دي بنحلها ازاي. اول حاجه هو طعمه، طعم التفاح الاخضر طعمه على فكره كويس جدا، مفيش حد ما فيش شكوى جات لي من طعمه ابدا. لا هو طعم انا جربته فعلا، طعمه فعلا التفاح الاخضر ده حاجه الناس كلها بتحبها، وفي نفس الوقت ريحته كمان حلوه قوي زي التفاح الاخضر، كانك اكلتي تفاحه خضراء يعني. اوكي. تاني حاجه ان احنا بنقول للناس ايه، اللي بيقول لي مثلا انا ببقى شغال في بنك ما عنديش بريك اكل، ما عنديش وقت ان انا اكل، بقول له حضرتك هتعمل تدوب كيس البيستا على الميه وتقلبه وتشربه ومش مهم تاكل بعديه، بس دي خلاص بقت الوجبه بتاعتك. يعني ايه don't skip a meal، يعني ما تضيعيش وجبه، يعني بلاش نضيع وجبه. فليه بقى؟ لان ده بيحسسك بالشبع. لكن لو احنا ضيعنا الوجبه هنروح البيت هناكل كميه اكل غير طبيعيه. انما لو انا في الشغل اتسرقت كده منهم ودوبتها الكيس البيستا وشربته خلاص، يبقى انا كده يعتبر اكني اتغديت. فبنقول لهم دي عشان الكومبلاينس، الكومبلاينس اللي هو الاستمراريه على الحاجه سواء دواء او سواء وجبه او سواء مكمل غذائي زي البيستا، يبقى انا كده ضمنت ان انا خدت الثلاث مرات. طب وفي العشاء؟ في ناس تقول لي يا دكتور انا ما بتعشاش، اقول لها برضو خدي البيستا. تقول لي طب ايه لازمته؟ اقول لها ما هو هيشبعك، مش هتضطري تقومي بالليل. أيوة, ايوه انت ما بتتعشيش لكن بتبقي متعذبه بالليل، لكن لما ناخد البيستا بيحسسك بالشبع، بيخليكي مش شرحه للاكل او مش بتفكري في الاكل او ما عندكيش رغبه في الاكل طول الليل. يعني في ناس تبقى نايمه جعانه، لا هو مش هيخليكي نايمه جعانه، هيخليكي نايمه دماغك عمرانه على راي الامهات، يقول لك كلي وعمري دماغك، صح؟ هي نفس القصه، فبتبقي نايمه ودماغك عمرانه تقدري فعلا تنامي نوم عميق وحلو قوي. طيب هسالك اخر حاجه لان برضو دي نقطه مهمه، الوقت بيجري. انا لما بقلل اكلي بطبيعه الحال الفيتامينز بتقل بالظبط، محتاجه جدا ان انا اعوض ده علشان ما يحصلش فيه دوخه، ما يحصلش فيه صداع، ما يحصلش تقلب في المود، وتساقط شعر بالظبط. يعني احنا الواحد مش ناقص هنعالج حته ونبوظ نضرب حته ساعتها هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ الالب مالتي فيت. الالب مالتي فيت ده منتج الحقيقه فيه كل الفيتامينز اللي جسمنا محتاجها، مجموعه فيتامين ب كلها اللي هي بي 1 بي 2 و3 و5 و6 و7 و8 العيله بقى كل العيله و12 اللي هو اهم واحد بتاع الاعصاب بتاعنا، وكمان عليهم فيتامين سي وعليهم زنك وعليهم كوبر اللي هو النحاس و حاجات كتيره قوي قوي جسمنا محتاجها. دي بتعوض القصه دي واحنا بنخس. عشان كده الحقيقه شركه بايو ناتشرال، وانا احب احيي الشركه من خلال قناه النادي الاهلي، ان هم عملوا حاجه ذكيه قوي، عملوا كورس مكون من البيستا ومعاه الالب مالتي فيت. تاخدي الكورس الاثنين على بعض بحيث تبقي عارفه انت اللي هو نظام ايه، بسلطات وبابا غنوجو ياخد الكرسي ويدعي لنا بالظبط كده. يعني ده مكمل ده بشكل كبير عشان انت لما تخس برضو تعوض الفيتامينز اللي بتقل او اللي انت بتفقدها من خلال تقليل الاكل. بلس بقى ايه، ان احنا الشركه دي عامله من خلال التليفون، لو حضرتك اخذتي من خلال الكول سنتر اللي هو موجود على الشاشه الرقم بتاعه، لو خدتي هذا الكورس بيعملوا لك متابعه اسبوعيه مجانيه من قبل دكاتره تغذيه متخصصه، بحيث كمان يعملوا لك دايت فور فري مع الكورس. دي ما حدش بيعملها على فكره خالص يعني. يعني اي شركه اي منتج ما فيش حد بيقول لك تعالى ما اعمل لك ريجيم مجاني، دي ما بتحصلش. مفيش حاجه مجاني. مفيش حاجه مجاني يعني بالظبط كده. دكتور ايمان بجد نورتينا كالعاده، وان شاء الله نلتقي وملف اخر عن السمنه والصحه. شكرا ليكي جدا. العفو حبيبتي. بشكر حضراتكم على متابعتنا ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.